ايه؟ لطافة ولا ايه؟ مش معقول مش معقول، انا مش مصدق نفسي. عادل سعيد، ازيك يا عادل؟ ايوه انا عادل سعيد، حضرتك مين يعني؟ انا مش واخد بالي. انا طلعت تك يا عادل. برضه ما خدتش بالي، يعني ايه التك ده؟ سوري، انت ما تعرفش طلعت تك، لكن تعرف طلعت عبد الحميد زميلك في ابتدائي. طلعت ابو رياده. عادل طب ليه بس بتفكرني بيها دلوقتي؟ ده انا نسيتها خلاص. انا بهزر، انا اصلي كنت فاكرك بكده. اتفضل اتفضل. ايه ده، شكلك اتغير خالص، وايه ده؟ ما انا زرعت كده. زرعت؟ امال لو قلعت هتعمل ايه؟ الله يخليك يا طلعت. اخبارك ايه وانت بتعمل ايه في حياتك؟ بتشتغل في ايه؟ بحور الانترنت واسعه جدا وغويطه. انا بنزل الكافيتيريا دي مره واحده في الاسبوع بس، اشرب حاجه واطلع بسرعه، مش فاضي. يا سلام، ده على كده البحور اللي انت بتقول عليها بتاعت الانترنت دي غويطه بقى، اللي عشان تاخد وقت كل الاسبوع يعني. امال ده انا ساعات بقعد ايام من غير نوم. يا سلام. ايه ده يا عدوله، دي افلام دي في دي ولا ايه؟ دي في دي. اسمها في سي دي، مش جاهل يعني. مش انت بس لوحدك اللي ليك في التكنولوجيا والانترنت، انا كمان عارف في فرق ما بين الدي في دي والفي سي دي. يا عم دي افلام كلها قديمه، دي موجوده ليها اكتر من 10 سنين في السوق، وبعدين كل الافلام دي من انتاج انت يعني. انت اللي بتنتجها وبتبيعها لبتوع الجرايد يعني وكده ولا ايه؟ بقول لك من انتاج، انا بطبعها على اسطوانات وبوزعها على بتوع الجرايد. يا سلام. طب الشغلانه دي بتكسب كويس يعني؟ طلعت بتكسب كتير جدا. بس ربنا يبعد عننا بتوع المصنفات، مش سايبني في حالي، بينطوني في لقمه عيشي انا والسبكي. يا ربنا يكون في عونكم. انت عارف يا طلعت ازاي تروح القمر بجنيه واحد بس؟ ازاي تقوم عامل مصيبه؟ اول ما تعمل مصيبه يودوك ورا الشمس، من ورا الشمس بقى تركب توك توك بجنيه لغايه